ورغم وجود تبريرات ورغم وجود طرح ووجهة نظر لدى المجلس السيادي وأعضائه ورئيسه، واضح الطرف الآخر رفض. يعني تجمع المهنيين مثلا الآن رافض ويتوعد بالتصعيد. يعني تجمع المهنيين أو اللجنة المركزية لحكومة قوى الحرية والتغيير أو قوى الحرية والتغيير، يعني هذا أصبح من الماضي في قضية التسيد للمشهد السياسي، واعتبار أنهم ممثلون للشارع السياسي والثوار. يعني أين كان تجمع المهنيين عندما يعني كان هنالك احتكار للسلطة من قبل قوى الحرية والتغيير؟ أين كان تجمع المهنيين عندما مارست الحكومة السابقة في قوى الحرية والتغيير الاستبداد والديكتاتورية في سجن السياسيين من دون توجيه تهم، من دون تقديمهم إلى محاكمات؟ أين كانت هذا التجمع عندما فرضت الحكومة السابقة، حكومة حمدوك، رفع الدعم عن السلع الأساسية ومضت في يعني عدم اللامبالاة بمعاناة هذا الشعب في فرض وصايا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ يعني أظن أن الشعب السوداني ما عاد يثق بهذا التجمع. تمام دكتور، لكن هذا يشير إلى عدم وجود أفق للحل حاليا في ظل استمرار الضغط الدولي. هو يعني متوقع، يعني عندك فريق اليوم معترض على هذا المسار، طيب ماذا ستفعل معه؟ متوقع هذه المعارضة، متوقع أنه يحاولون أن يحركوا أتباعهم في الشارع. صحيح. هذا كله متوقع. لماذا؟ لأنه هم الآن فقدوا السلطة. يعني هؤلاء طلاب سلطة أرادوا أن يصلوا إلى السلطة يعني باسم الشعب السوداني ممثلا في أحزاب معينة. الآن هذه الأحزاب فقدت سيطرتها على الحكومة، ويعني ويبدو أنهم أيضا لا مجال لهم على أقل تقدير في المجلس السيادي إن لم يحصل شيء جديد فيما يتعلق بموضوع الحكومة. فأقول أنه يعني القطار فاتهم الآن، فهم لأن القطار فاتهم الآن ما عندهم حل إلا لمحاولة الإثبات الوجود في الشارع السوداني. طبعا هنالك جهات أوروبية، هنالك جهات كانت تطمح في أن يكون هؤلاء يعني العملاء يعني هم المقدمة للتغيير في السودان، لكن الذي حدث أن هذا جاء الآن على غير هواهم، ولذلك الآن هذه الجلبة والضجة التي تحدث هنا وهناك الآن، ومحاولة الحديث مثلا من قبل بعض الدول الترويكا التي تحاول أن تبقي على عملائها، هذه مسألة الآن باتت واضحة للشارع السوداني. بس ما عندكم مخاوف من إثارة الشارع من جديد في ظل أيضا؟ لا.